اليوم بدنا نحكي كيف بعض الأشخاص بيفقدوا الحافز والهدف ليكملوا حياتهم ويستمروا، ومن جانب الآخر بنشوف كثير من الناس فقدت أطرافها، فقدت ناس عزيزين مكملين ومصرين على الإرادة والأمل والحياة. قديش اليوم مهم يكون في عنا هدف، يكون في عنا حافز. في كثير من الناس عم تمر يمكن بظروف صعبة واستثنائية، عم تقول إنه ما عاد عندها حافز، ما عاد عندها هدف، ما عاد عندها يمكن لا مبالاة شو ما كان الوضع. لنحكي عن هيدا، شو ما بده يصير على الله. لنحكي عن هيدا الموضوع اكثر معنا الاخصائيه النفسيه سلام قاسم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم يا رب وصباح المشاهدين. صباح الخير اول شيء، صباح الحافز والامل والتفاؤل الدائم، وخليني اقول هيك دائما بتعطينا طاقه ايجابيه مدروسه، يعني مو مجرد حكي. أكيد نحن بنفصفص هيك المشاكل معك مثل ما بيقولوا. خلينا نبلش بموضوعنا لليوم، عم نحكي عن الحافز. كثير مننا مثل ما قالت نور بيفقد بمرحلة من المراحل بطريقه، بيفقد الهدف اللي هو كان عم يعطيه القوة وعم يعطيه الإرادة لحتى يكمل. لكن هاي الأشخاص اللي عم تمل بهاي المرحلة، كيف فيني رجعهم لهذا الطريق وكيف فيني أقوي الحافز عندهم؟ كتير مهم. نحن اليوم وبهالأيام هاي نحن نتيجة كتير لاحظنا عند الناس وبشكل طبيعي بالوقت الحالي انعدام الأمل يلي هو كتير شغلة صعبة، لأنه نحن بدون أمل ما فينا نعيش. وهذا طبعا بيرجع لعدة أسباب. الشعور بالملل، الشعور بالملل هو شيء طبيعي عند الإنسان، ما في حدا ما بيشعر بلحظة من لحظات حياته أنه عم بيعاني من ملل، عم بيعاني من عدم وضوح رؤية معينة، ما عنده أهداف محددة لحتى يحقق الشيء اللي بده إياه. طبعا هذا الشيء بيكون مو من لا شيء، طبعا بيكون لكتير أسباب مر فيها الإنسان. طبعا ضعف الحافز أو في نحن نسمي متلازمة انعدام الحافز هي منتشرة كتير بالوقت الحالي، مو بس عندنا نحن بالعالم. الله يبعد عنا يا رب. تماما، نتيجة الأمراض يلي موجودة كتير بالعالم. بس قديش بتأثر اليوم يمكن على الواقع الاجتماعي والحياة اليومي؟ يعني كنا عم نتابع معك ومع حضرتك تقرير عن أبطال جرح الجيش العربي السوري، يمكن خسروا جزء من جسدهم وكانوا على جبهات القتال عم يدافعوا عنا، ويمكن لولاهم نحن أساسا منا مستمرين في الحياة. بتشوفي الأمل والإرادة والتصميم عنده وبده يرجع على مقاعد الدراسة ليكمل دراسته. بالجانب الآخر بتلاقي شخص كامل جسديا يمكن وتعرض لنكسة بسيطة، خلص صار عنده إحباط ويأس وانعكر. الحالة النفسية بتلعب دور ولا هو قلة ثقة بالنفس ولا بناء الشخصية المحيط المجتمع؟ نحن بنتفاجأ بالمفارقات الحياتية لأنه فعلا بتستوقفك يعني بلحظة ما بتقولي ليش هيك. أول شيء بوجه تحية طبعاً لأبطال الجيش العربي السوري وين ما كانوا، بتمنى يكون عم يسمعونا هلأ. تاني شغلة واللي هي كتير مهمة، إنه طبعاً في تفاوت بالقدرات والإمكانيات والحالة النفسية. صحيح. والوضع الاجتماعي كتير بيأثر كمان بالنسبة لردات الفعل عند الأشخاص. كل شخصية مختلفة عن الشخصية الأخرى، الشخصية الاندفاعية مختلفة عن الشخصية البسيطة، عن الشخصية النرجسية إلى آخره. إضافة لهيك كمان أنا بقول إنه في أسباب، في أسباب كتير مهمة، إنه هي بتكون عندك أنت موجود الملل يلي موجود عندك، بعدين بيؤدي إنه يصير في إحباط. طبعا هذا ما بيصير من لا شيء، في أسباب محددة. من أهم الأسباب هي كثرة المشاكل. لما بتكون في كتير مشاكل موجودة عند الإنسان فهي طبعا بتؤدي إنه بتكربج شوي، بيدخل بمجال عمله. كلياتنا بنشتغل بحياتنا، لما بيوصل الإنسان لنصف المرحلة من عمله هون ببلش كمان عنده شعور بالملل. هون بيكون كمان لأنه بيصير إنه ما عاد عنده دافع لقدام. ليش ما عنده دافع لقدام؟ لأنه مثلا ما في حوافز معينة لإله، مثلا عنده حلم معين كان حاططه، بيحلم بمكافأة مالية، بيحلم بتحسين وضع اقتصادي، كان أعزب أصبح متزوج، عنده التزامات عائلية صارت أكثر. هون بصير شو؟ أنه صار عنده هذا الشعور بالملل. هو الشعور بالملل طبعا هذا موجود عند كل الناس وهو شعور طبيعي، ولكن لما بيوصل لمرحلة الأحباط هون بيكون شعور غير طبيعي. لازم نحن هون نكنسل شوي ونوقف ونقول شو المشكلة. هون لازم نعرف أسباب المشكلة اللي ودت لحالة الأحباط. قد تكون احيانا كثره التغيرات. لما بتكون هاي التغيرات كثير عند الانسان، لما بينتقل مثلا بتنتقلي من مجال وظيفي لمجال وظيفي اخر، كمان هذا بيكون له تاثير كثير عند الاشخاص. فانت هون ليش هذا بده يكون؟ طبعا لانه في عندنا شيء موجود
موجود عندنا نحن كنفسيين اسمها منطقة الراحة والأمان. فمنطقة الراحة والأمان هون هالتغييرات المفاجئة بالانتقال بالعمل، حتى لو أنت بدك مو مفاجئة، بدك أنت تنتقلي من مكان لمكان، فأنت اقتحمتي هي منطقة الراحة والأمان، في عندك عادات، في عندك تقاليد، في أوضاع معينة أنت متعودة عليها بحياتك، فجأة بدك تغيري هالشيء هذا وتنتقلي لشيء جديد، هون غيرتي هي منطقة الراحة والأمان اللي موجودة عندك. فهون شو بصير؟ نحن بصير عندها هذا الاضطراب، بصير عندنا الخوف، بصير عدم الثقة بالنفس، عدم وضع أهداف محددة إنه أنا رح أحسن كم من الطريق لقدام. فهون طبعا هذا شو بيعمل؟ بيعمل شيء من التوتر، شيء من القلق، ممكن يؤدي إلى الأحباط. قد تكون كمان في عندنا أسباب كثير، مثل مثلا هلأ ما كنت عم شاهد على الريبورتاج أبطال الجيش العربي السوري، قد يكون هو الحالة الجسدية كمان. في كثير ناس من ما ممكن تتقبل انه انت عم تعاني من حاله جسديه وانه انت تتابعي مسيره عملك وحياتك، بتصير نوع انه انا لا، ليش بدي كمل؟ انا مختلف عن غيري. قد يفقد الشخص قدم او رجل يعني او يد او شيء، طبعا ما انا بالامر السهل، هي كثير صعبه، ولكن امر واقع وحصل. نحن بدنا نستمر دائما دائما. الانسان الحياه انه يعيش بلا امل هي كثير صعب، يعني الانسان اللي بيفقد الامل بيفقد كل شيء، ونحن طبعا متمسكين بالامل. وطبعا لما كان بدي اسالك بس استاذه سلام، حكيتي عن تقبل الاشخاص والاختلاف في التقبل بين بعض، في شيء بنسمع عنه اللي هو الهشاشه النفسيه، في بعض الاشخاص يصابوا بالهشاشه النفسيه ومو كلهم بيكون عندهم قدره انه هن يتعاملوا مع الضغوط بنفس السوية. ممكن أنا انتقالي من مكان لمكان يكون ردة فعلي عليه شيء، شخص آخر يكون ردة فعله بسيطة وطبيعية وما يصير عنده مشكلة على غير مشاكل أخرى. خلينا نحكي هون عن الفرق وقدي هذا الشيء بيأثر بين الأشخاص وبين بعض. طبعا الانتقال او اي تغيير عند الانسان، طبعا ما في حدا ما بيتاثر بشكل عام، يعني نحن لما بنحكي عن الهشاشه النفسيه هي بتكون متفاوته ما بين الاشخاص، مو كلياتهم بيعانوا نفس الشيء اكيد، وبترجع هي للطبيعه، لشخصيه الانسان، للوسط المحيط. احيانا انت بتكوني عم تحاولي تعملي شيء ايجابي وتشتغلي عمل كثير حلو، بس بتلاقي في حدا حواليك بيشدك للخلف، فهذا كمان الوسط المحيط بيؤدي سبب من الاسباب اللي بيوترك وبيعمل عندك هشاشه نفسيه، وهي المتفاوته ما بين الاشخاص. ناس بتكون ثقتهم بنفسهم كبيره، عندهم إمكانيات، عندهم مؤهلات، عندهم قدرات جيدة بتأهلهم لمتابعة عمل ومسيرة حياتهم، هذول الأشخاص طبعا ما بيتأثروا بنفس السوية بالأشخاص الآخرين. أما موضوع الملل والإحباط هن مترابطين مع بعضهم كتير، طبعا بيختلفوا من شخص لشخص، بس مثل ما بلشت أنا أنه الملل موجود، ما في حدا، نحن كبشر بنعيش حياة طبيعية كلياتنا، ما في حدا ممكن ما يمر بلحظات من الملل. قد بتكوني أنت مثلا الملل بيكون ببلش عندك أنت لما بيكون في روتين معين بحياتك، هذا الروتين بيعمل لك ملل، لما بتحاولي تكسريه بصير في عندك خوف، هذا الخوف بيكون في ناس مثلا قادرة انه تشجعك تتابعي، في ناس ممكن تشدك للخلف، احيانا في افكار ايجابية او سلبية انت ممكن تطرق على ذاكرتك، بتخلي تجاوبك او ردات فعلك تجاه الموقف الجديد مرتبطة بشخصيتك وبالشيء المحيط فيكي كمان، كله بيأثر. بس لما بتكون الشخصية قوية، شخصية متمكنة، شخصية قادرة، في ثقة بالنفس، طبعا هون نحن ممكن نتجاوز الهشاشة النفسية اللي ممكن تكون عند كتير اشخاص، وممكن تتابعي، ممكن تقضي على الاحباط. ممكن نحن يكون كثير مهم نحن انه نقوي ثقتنا بنفسنا، انه لما بنعرف في مطبات معينه انه رح نواجهها، انه نعرف كيف نواجه، ممكن نقرا القراءه والتعلم، طبعا انه هي ما بتوقف عند حد معين، في ناس كثير بتكون بمراحل حياتها انه درست وتعلمت واخذت شهاده، حتى لو وصلوا لاعلى المراتب الدراسيه ممكن يوقفوا، فهذا كمان بيعطيهم احباط، لانه التعلم ما بيوقف عند نقطه معينه، لا دائما في استمرار في لقدام، فلازم نحن نكون دائما على اطلاع. حتى في العملية فيها تعلم تماما، يعني حتى يعني في عنا بيتعلم هو عم يشتغل، حتى نحن عنا في مثلا مواقع التواصل هي سلاح ذو حدين كمان، هي قد الإنسان لما بيستغل الطرف السلبي من نفس شو عم بيصير معه هون، كمان عم ينشد إلى الخلف لأنه عم بيصير علاقاته محدودة وما بيصير عنده أمل. يعني عم نقول نحن حتى الطاقة السلبية عم ينشحن سلبا، إن كان من المحيط، إن كان من السوشيال ميديا، وللأسف يمكن الحالة العامة أو المزاج العام اليوم أكيد. الطاقة السلبية عم تسيطر عليه بشكل كتير كبير. قلتي ست سلام إنه هي مرحلة ممكن يمر فيها أي شخص، حالة من الملل أو حالة من يمكن الروتين اليومي، بس ما خليها تأثر علي هاي النقطة، بس كيف
ما خليها تأثر علي بشكل سلبي، يعني ما خليها تسيطر علي. محيطي سلبي إن كان عم يشحنني بشكل كتير سلبي بالشغل بالبيت، بس ما خليها يمكن تكسر حالتي النفسية وتاخذني تجاه الأحباط. شو الخطوات النفسية السليمة الصحية اللي يمكن قوم فيها؟ لازم أول شيء الإنسان أنه يبحث عن معنى لحياته، معنى لوجوده، أنه أنا ليش موجود. لازم يكون في إله هدف، في إله غاية. لما بيحس حاله بمواقف أنه ممكن يوصل فيها للإحباط، هي ما أنا مشكلة أبدا. دائما الفشل هو خطوة لبداية النجاح. حتى كثير من العباقرة والعلماء يلي أوجدوا دائما شيء جديد نحن عم نتابعه ونعيش فيه بالوقت الحالي، نحن كان نتيجة خطوات من الفشل، فهذا هو أدى للنجاح. لما الإنسان بحس حاله أنه متوتر متلبك، عنده شيء من القلق، شيء أنه من الخوف، هون ممكن يجي يرجع لنفسه شوي وأنه يتحدى ذاته. لما الإنسان بيتحدى ذاته أنه أنا لا بدي أتحدى نفسي، فشو بصير بيعطي؟ بيعطي أفكار إيجابية، لأنه الإنسان هو كيف بيفكر هو بيشتغل، فطريقة التفكير هي اللي بتأثر بحياة الإنسان. لما بيعطي أفكار إيجابية لنفسه وبيتخلى عن الأفكار السلبية، فممكن هون ساعتها يوصل لنتيجة جيدة ويتخلى أو يتخلى عن القلق ويبلش بمراحل النجاح. أكيد يمكن هون مع هذا الحديث بيخلص وقتنا. بدنا نشكرك دكتورة سلام قاسم على وجودك معنا، الأخصائية النفسية، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لكم وشكرا لكل اللي عم يشاهدونا. شكرا لك أكيد، ونتمنى دائما ما حدا فينا يفقد الحافز ولا يفقد الأمل لحتى تستمر الحياة بكثير من إنتاج. شكرا لك.